بابات لما نرجع للسنة الفائتة سنة 2020 في كل السنة سجلنا 321 حادث مرور، الآن في سداسي واحد عندنا 260 حادث مرور. إذا كان استمرت هذه الوتيرة راح نشهد ارتفاع كبير جدا في حوادث المرور وفي عدد ضحاياها، لذلك لزام علينا الوقفة تاعنا تكون أكثر صرامة، بالإضافة طبعا للجانب التوعوي الذي نسعى دائما للتركيز عليه. اليوم راكم رافقتونا يعني في مختلف الفضاءات اللي رافقتونا فيها كان فيه التزام، يعني ما سجلنا حتى مخالفة لحد الآن في هذه الخرجة، ما سجلنا حتى مخالفة من قبل حافلات النقل العمومي ولا مركبات سيارة الأجرة فيما يتعلق باحترام البروتوكول الصحي. انا اول البارح تنجو جماعه قلت لهم ديروها ما داروهاش، كي قال لي كنلحق البراج نهضر معاه، يا راجل دير على المرض مش قضيه البراج، والله هذه قضيه تحمي روحك تحميني انا وتحمي حنا نديروها فواجور، كاين اللي يديرها يعني نقول لك كاين اللي نقولوا متفاهمين الوضع، والله غير كي بيديرها سيرتو النساء، الا الرجال ولا الاكثر ما يديروهاش.